حسب توجيهات محافظ صلاح الدين رئيس خليه الازمه ضد كورونا اطلع النائب الفني للمحافظ عمار حكمه البلداوي والمكلف باداره شؤون خليه الازمه لمناطق جنوبي المحافظه برفقه قياده القوات الامنيه ومدير ناحيه الاسحاق وجهاز الامن الوطني على الاجراءات الصحيه الوقائيه في الاسحاق والمتمثله بفرض حظر للتجوال التام ومنع التجمعات بمختلف اشكالها وكذلك حث المواطنين على ضروره الالتزام بالتعليمات الصحيه لمواجهه فيروس كورونا وشدد البلداوي على ضروره التعاون والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادره من حكومه المحافظه بما يساعدنا في تجاوز الازمه بسلام